طيب احنا معانا برضو على التليفون دكتوره رانيا يحيى وهي عضو المجلس القومي للمراه. صباح الفل على حضرتك يا فندم. اهلا بيكي. نور اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. سعداء بوجود حضرتك معانا. وبنتكلم النهارده زي ما حضرتك اكيد متابعه عن فكره حمله لاني رجل ودور كل راجل في ان هو يتصدى لكل الممارسات الخاطئه اللي من شأنها التقليل من خصوصية المرأة، التقليل من شعور المرأة بالأريحية حتى في المجتمع بشكل عام. فحضرتك طبعا تحبي تقولي لنا إيه في هذا الإطار؟ أقول إن المجلس القومي للمرأة طبعا بيقدم الكثير جدا من المبادرات الحقيقة الداعمة للمرأة، ولكن هذه الحملة ليها خصوصية يعني عندنا كلنا، لأن هذه الحملة بتخاطب الرجل. وحضرتك عارف إن إحنا في مجتمعاتنا الشرقية بنعاني من ثقافة ذكورية خاطئة يعني راسخة في أذهان يعني عديد من المواطنين داخل هذه المجتمعات. وبالتالي المجلس هنا بيخاطب الرجال وبيخاطب الشباب، وهنا عندنا تعاون كمان مع وزارة الشباب والرياضة المعنية بدور الشباب. والحقيقة طبعا ده يعني شيء مهم جدا ان احنا نخاطب هذه الفئة اللي هي بتساعد على تهميش المرأة او اقصائها او التعامل. نعم. حجم التفاعل وحجم يعني ردود الافعال الذكوريه تجاه هذه المبادره عامله ازاي؟ التفاعل طبعا كبير جدا حضرتك، والمجتمع الحمد لله في حاله كبيره جدا من الوعي، ودور القياده السياسيه في دعم المراه الحقيقه عامل نقله كبيره ونقله نوعيه في التعامل مع ملف المراه بشكل عام. هيك. وفكره ان الشباب كمان عندنا في وحدات لمناهضه العنف والتحرش في الجامعات المصريه اصبحت تخاطب الشباب في الجامعات. عندنا العديد والعديد من الحملات اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة، منها حملة طرق الأبواب، وهي حملة بتنزل للناس في بيوتها وفي القرى وفي النجوع. كل ده الحقيقة عمل نقلة كبيرة جدا وخلت الناس تحس بدور المجلس القومي للمرأة وتدعم قضايا المرأة. من الأمور اللي أنا شخصيا بتمنى إن احنا ما نشوفهاش بعد كده، اتكررت للأسف يعني كذا سنة فاتوا في الأعياد وفي المناسبات، بتلاقي ان في مظاهر للتحرش يعني مش بتاعتنا، او يعني ما ينفعش تكون حاصله عندنا. فاتمنى ان النوع ده من المشاهدات ان شاء الله تختفي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. وطبعا ده اكيد من خلال كل الادوار اللي بيقوم بيها المجلس خلال الفتره اللي موجوده دلوقتي والمبادرات دي، وطبعا دور الاعلام والتسليط الضوء على المبادرات اللي بيقوم بيها المجلس مع التعاون اللي موجود ما بين الوزارات والهيئات المختلفه. اعتقد ان شاء الله ان احنا هنقدر نعمل نقله كبيره جدا، واللي احنا نتمناه حقيقي ان يبقى فيه يعني احترام متبادل ما بين الرجل والمراه، يبقى فيه يعني الشباب بيتكلموا ويتعاملوا مع المراه بكافة الرسائل اللي احنا بنطلقها من خلال هذه المبادرة او من خلال هذه الحملة. يعني ان الشاب والرجل يكون ضد كافة اشكال العنف المختلفة، انه يكون مع تعليم المرأة، انه يكون ضد الزواج المبكر، انه يكون بيساعد المرأة جوه البيت وبره البيت. يعني كل الاشكال المختلفة من الرسائل الحقيقة انها تكون مدعومة من قبل الشباب، لان هم الفئه الكبيره اللي بعد سنوات قليله ان شاء الله هيكونوا هم الداعمين والمتحملين لمسؤوليه هذه المراه. تمام، شكرا لحضرتك دكتور رانيا، كل التوفيق ان شاء الله.